للفريق الإيراني وتسديده. أولى الأهداف للفريق الإيراني، أولى الأهداف وفرحة ما بعدها فرحة. يا سلام على كرة وعلى هجمة، وهدف أول للفريق الإيراني وباغت عند الدقيقة الخامسة، الهدف الأول للفريق الإيراني، وهنا الفرحة على دكة احتياط سيدات إيران. إذا هدف أول، هدف أول للفريق. خطيرة زارا، خطيرة زارا، خطيرة زارا، لوحدها رادار، لوحدها لاعبة من نار. الله يا زهراء، بسرعة عالية كالنفاثة، طائرة إيرانية تخترق الأجواء الأوزبكية بهدف زهراء. يا سلام على كرة، يا سلام على هدف، يا سلام على فن. يا كرة هي لمسه، جول بيون جوكور الأوزبكي ولسيدات الأوزبك من علامة الجزاء، يسجل هدف العودة إلى اللقاء. واستغلال أكثر لقطة، ولكن مع هذا، مع هذه اللقطة حكم اللقاء الأسترالي تعلن كازي عن نهاية هذا اللقاء بفوز سيدات إيران وشاردان الإيراني بهدفين مقابل هدف. إذا نهاية هذا اللقاء، مبروك لسيدات إيران، عرض لك لسيدات الأوزبك، ونتمنى التوفيق لسيدات عمان أمام الفريق الهندي بعد هذا اللقاء. إذا أعود بكم الآن إلى استديوهاتنا في التلفزيون الأردني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.